في الحدث. فالان يعني المشهد هذا يعني حيقعد في التاريخ شيء ايجابي ان نشوفه ان الان الاطفال وصغار السن الان وهم يشوفوا الانجازات، هذا الشيء المطلوب ان احنا ننمو الشيء هذا لدى صغار السن بالذات. يعني لحظة بالفعل هي لحظة تاريخية، لحظة انتظرها الصغير قبل الكبير ان يشاهد منتخب بلاده يعود وهو يعانق لقب غالي، يشاهد ابطال يرسمون الفرحة، هم يستحقون هذا الاستقبال، يستحقون ان يجدوا حفاوة كبيرة من جانب الشعب الليبي الذي عانى معاناة كبيرة. يحق للشعب الليبي ان يفرح، ان يفتخر بهذا الجيل، بهؤلاء الشبان رسموا ملحمة كروية. لكم التحية ولكم الثناء على ما قدمتوه من خلال مسار كان اكثر من رائع. فعلا هم فرسان المتوسط، قهروا المستحيل، تحدوا المنتخبات الافريقية العريقة، قهروا الفهود وقهروا برازافيل وقهروا البلاك ستارز. بالفعل هم الابطال. عادل، ماذا تقول عن هذه اللحظات التاريخية والأجواء الكرنفالية؟ بالتأكيد يعني تعجز في إيجاد المفردات للتعبير على المشهد هذا صراحة. يعني المشهد هذا يعني هذه ما كنا ننتظره، نعرف أن التواصل كان يعني الأبطال هذوما هم يخوضوا في غمار البطولة هذه وهم في تواصل مع الليبيين وش نعاشوا في الليبيين في فترة الأسبوعين خلال البطولة. يعني كان وهذا شفناه خلال يعني تعبيرهم على الشعارات اللي كانوا يرفعوا فيها يعني بعد الفوز، بعد كل فوز وإلا قبل المباريات وإلا إهداءاتهم للفوز في كل مباراة وإلا مؤخرا بعد نالوا البطولة، كل في دلائل وإن هي هذه أكبر رسالة إن هم كانوا يخوضوا في البطولة هذه وهم عايشين بروحهم مع ما يحدث في التراب الليبي. والآن هي اللحظة من أمس يعني انطلقت اللحظة اللي هي فيها التواصل اللي هي انتجت فيها يعني الأبطال وهم يحتضنهم شعبهم، بدت بمدينة بنغازي واليوم الحمد لله هم في مدينة طرابلس وغضها أكيد حنشوفوهم في مدينة ثانية. وهذه قلت لك الشيء الكبير وهذه الرسالة السامية اللي قدموها الأبطال هذو، يعني لحظات يعني صراحة معبرة جدا، لحظات يعني تدل على تواصل. شوفوا الان يعني في اللاعب محمد نشوش كذلك اللاعبين يعني الان يعني في وسط ناسهم في وسط اهلهم شيء كبير، وهذا ما نريده احنا الان. احمد التربي، احمد المبصي، الغنودي، كل الاسماء هذه ابطال صراحه حنسجل التاريخ يعني ما انزوه. عادل الاحتفالات كبيره ليست في ماتيجا فقط بل هناك يعني تجمع في ميدان الشهداء. ومعنا مباشرة مراسل ليبيا الأحرار متواجد هناك.